چې راشي او خپل عربي تقریر هغه تاسو ته واوري. زیشان ولدي جهانگیر سامحي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الداعي إلى إخوانه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قال الله عز وجل في الكتاب المبارك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا قال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الكرام والأساتذة العظام وولاة أمور دولة باكستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناقض هذا الاجتماع في المدارس الإسلامية بعد الاختبار الوسطاني، وأنا أريد أن أبحث إليكم بالتقوى باللغة العربية، لأن لغة العرب لغة فصيحة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. ولهذا اخترت أن أتكلم معكم باللغة العربية. أيها الإخوة الكرام، إن التقوى رأس الطاعة، والذي يتقي النفس عن اللهو واللعب ويخشى الله سبحانه وتعالى فهو سعيد جدا في الدنيا والآخرة. فينبغي لنا أن ننشئ التقوى في نفوسنا، لأن سبحانه وتعالى منّ بنا بأن أخرجنا في سبيله في هذا الزمان. فلهذا قال خاتم النبيين وأفضل العالمين: لا يبلغ العبد أن يكون حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. علم زیشان ولدي جهانگیر سامحي چې ستاسو مخکې خپل عربي تقریر هغه وړاندې کړل، د دې نه بعد همدغه د عربۍ مقابله د تقاریرو هغه شروع ده. څلورم